شفت؟ مش قلت لك الراجل ده ما ينفعش معاه تفاهم؟ الراجل ده ما ينفعش معاه غير القتل يا حلا. قتل؟ لا يا انس مش لدرجاتي. والله لما تعملي ايه؟ عمرك ما هتاخدي اللي انت عايزاه من الراجل ده. هو ده اللي ربنا قدرك عليه. طب ما انت شفتي يا حلا لما رحنا حصل معانا ايه؟ خلاص احنا نمشي قانوني. انا اكلم المحامي وهو يتصرف. بالظبط. صح كده. نمشي قانوني. خير يا حضرة، في حاجة؟ أنت شايف اليافطة دي؟ آه، يافطة عيادة مقفولة بقالها سنين. سنين. ياه، السنين دي أنا كنت فيها في الجنة. نعم. الجنة، مش عارف الجنة؟ جنة مصر يا ابني. الجنة بتاعت مصر. حضرتك، الدكتور ياسر مش موجود من قبل ما أجي أنا أشتغل هنا. غلطان. الدكتور ياسر موجود. هو فين حضرتك؟ أنا الدكتور ياسر آدم. حضرتك؟ أيوه. أهلاً يا دكتور. أهلاً يا دكتور. أنت مين بقى؟ أنا بشتغل هنا بواب. لا، أنت من النهاردة هتشتغل عندي أنا ممرض. اسمع، أنا هديك على كل عيان يخش لي 5 جنيه. 5 جنيه إيه؟ لا، أنا هديك على كل عيان 10 جنيه. 10 جنيه بحالها؟ خلاص استبينا. اي زبون يسال على الدكتور سلامه هجيبه لحضرتك على طول. كويس، يعني انت موافق؟ موافق. يلا بينا. بينا نطلع نفتتح العياده. اتفضل يا دكتور، اتفضل. تفضل يا دكتور، تفضل. يا دكتور ياسر، أكتر من 20 سنة وأنت بعيد عن العيادة، وهي زي ما هي، شايلة جواها كل حاجة، شايلة أيامي وسنيني. هنا كنت بقف أشاور على الحيطان دي وأقول هبيضها وهحط صور هنا، وأجيب كراسي وأحط مجلات عشان العيانين، وأعمل وأسوي. إيه، في العيادة دي كانت بدايتي، وفي العيادة دي برضو كانت نهايتي. إيه ده؟ يا سلام يا دكتور، صورتك حلوة قوي. انت دكتور صغير، انت جاي تتفرج على صور؟ سيب اللي في ايدك ده وروح شوف انت هتعمل ايه. يلا. حاضر. انت عارفه ان انا ليه اكتر من سنه وانا نفسي اخرج معاكي؟ انا جعان. اجيب لك سندوتش؟ لا بلاش، اروح احسن. تروح ايه بس يا كيتي؟ ده انا ما صدقت خرجت معاكي. والبت اميره. اميره؟ طب وربنا ما حصل اي حاجه. ولا يا مراد، ما تلفش عليا، ده انا لفك. الله، والله العظيم يا كيتي انت اللي في القلب. طب يا اخويا اللي في القلب، انا عايزه اروح. طب نقعد شويه. لا ما نقعدش. سلام. انا اللي هفتح. استني يا حبيبي، انا اللي هفتح. مدام حالة منير موجودة؟ اه موجودة. خير، في حاجة؟ طب هي مطلوبة عندنا في الاسم.
من ساعة ما عيطت على الدنيا وأنا بهرب من بيت لبيت، عمري ما حسيت بالأمان في أي مكان، مع إن عندي بدل الأم اتنين. اليوم اللي برجع فيه الملجأ هو اليوم الوحيد اللي ما بيبقاش هروب، بالعكس ده بيبقى الرجوع والأمان. مفيش أصعب من الغربة وسط الناس اللي تعرفه، لأن مفيش حد بيحس بيك ولا بيتوجعلك ولا عايش اللي انت عشته واللي خلى قلبي يعجز من وانا عيلة. أنا في المرجأ برجع بيتي وذكرياتي بحلوها ومرها، أصلي وفصلي هنا، لعبي وتعبي هنا، لأن ماليش غير هنا، والواحد دايما بيدور على أصله مع إن ما عنديش، بس كفاية إن ما بحسش بالغربة وأنا هنا. الملجأ هو حياتي. بقولك إيه؟ ما تخلينيش معاك؟ بقولك إيه لعبت؟ لعبت؟ أوعى تسحبني. العب يا ابني، سيبني بقى. العب ما قطعش يا ابني، سيبني بقى. إيه أنت مين؟ أنت مالك على فين؟ خلاص. ها؟ يلا يلا من هنا. ما تخافيش يا بت، مسكي المطوة دي، اللي يجي جنبك تغذيه. حاضر. أه صحي كده. انت مدام حالة؟ ايوه يا فندم، انا مدام حالة. وسيادتك مين؟ انا دكتور انس جوز حالة يا فندم. ومالك بقى ومال عمك؟ انت كل شويه تهدديه. انا اللي بهدده يا فندم؟ ده هو اللي بيهددني على طول. يا فندم ده رفع علينا السلاح وكان عايز يموتنا. الاستاذ مجدي يعمل لك محضر بعدم التعرض كمان. يعني سارقني وكمان بتعملي محضر بعدم التعرض؟ شفت يا باشا، شفت؟ انا باكد على المحضر يا باشا. خلاص يا باشا، احنا في اخر الزمن، القيامه هتقوم خلاص. عليه العوض منه العوض. اما بنت اخويا بتتعرضني وبتهني وبتمسك في خناقي. بس يا حالة في ايه؟ تصرفاتك دي اللي هتخليني ابعت المحضر للناس. يا فندم احنا اسفين، احنا اسفين، معلش. بس يا حالة اهدي معلش. انا اسفة، انا اسفة، انا غلطت. حقك عليا يا عمي، ولو عايز دماغك ابوسها اهو. خلاص بقى يا حالة، عموما الصلح خير. اتفضل استاذ مجدي امضي على المحضر. وانت يا مدام حالة امضي على المحضر. امضي اتفضل. صباح الخير. بقول لك ايه؟ مفيش راحة، هنحط شنط وننزل على طول. ايه ده، وانت ما تعبتيش من السفر؟ تعبت طبعا، وبطني اتقلبت من سواقتك، بس البحر وحشني. وحشك. الحمد لله على السلامة يا فندم. الله يسلمك. في حجز باسم يحيى مجدي، سويت. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا خالتي؟ ازيك انت يا حبيبتي؟ على فكره كنت هضرب البنت اللي اسمها اميره دي. طب يا اخويا ما اتنقلتش عنك وضربتها ليه؟ خفت تتضايقي. ده كان يبقى يوم المنى. ده انا بتمناها بس مش عارفه اعملها عشان ابلة منال، خايفه منها ده تزعل. هو صحيح انت بتقابلي مراد؟ ايه هو ده اللي صحيح؟ لا طبعا، ده هما مرتين كده وقابلته كمان بالصدفه. هي البنت دي كياده. والله العظيم ما في حد كياد غيرك. تلاقيكي خرجتي معاها عشان تغذيها.
مالك يا يحيى؟ مش عارف، حاسس بكتمة في صدري قوي. يا لهوي عليك، كتمة؟ بالذمة كل ده وكتمة؟ طب بذمتك مش مبسوط ان انا وانت لوحدينا ونتمشى دلوقتي على البحر؟ انا كده يا نسمة، لما بقف قدام البحر وببص له بحس اني لوحدي، لوحدي خالص، مفيش حد حواليا. بص عليك يا يحيى، يعني ايه لوحدك؟ واضح بقى ان انا ماليش اي لازمه في حياتك، ولا ان احنا جايين نحتفل بالبيبي. حبيبتي ما اقصدش، والله ما اقصدش، بس انا ما بحبش اسيب حاجه للظروف. دايما لما ببص للبحر بحس اني لوحدي خالص، ولما بحس اني لوحدي بحس ان في حاجه هتحصل لنا، بحس ان احنا مش هنعرف نتصرف، فبخاف، بخاف قوي يا نسمة، بخاف. طول عمرك بتقولي الكلام ده من لما كنت صغير، عارف كلامك ده فكرني لما كنت صغيره وجيت اعيش معاكم بعد بابا وماما ما ماتوا. كنا نيجي نصيف نقف مع بعض قدام البحر نتكلم، تسرح مني تدخل جوه البحر، تفضل تدخل 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 وانا نادي عليك وانت ما تسمعنيش خالص. وانكل مجدي وطنط انصاف يفضلوا يزعقوا لك طول الليل عشان بليت الفلوس اللي في جيبك. فاكر يا يحيى؟ فاكر، فاكر يا نسمة. انت عارفه ان انا عمري ما حسيت بحد في العيله دي غيرك انت. ازاي؟ دايما كنت بحس ان ابويا وامي دولت ربوني شفقه او تخليص حق، حاجه زي كده. من وانا صغير وانا بحس بكده في تعاملهم معايا، دايما بيبقى في حاجه ناقصه، علاقة مش كاملة، يعني نص اهتمام لما يبقى فيه مشكلة، نص احتفال لما ببقى فرحان ولا ناجح، دايما في حاجة ناقصة. الوحيدة الكاملة بالنسبة لي كنت انت يا نسمة. حتى لما كبرت فكرت ان اتجوز، قعدت ابص على كل الحاجات الكاملة اللي جواكي، رغم ان كل الناس قالوا لي ازاي تتجوزها دي متربيه معاك، دي زي اختك. وبعدين؟ ولا قبلين اتجوزنا ودينا جايين النهارده علشان نحتفل بحملك. بس برضو ما قلتليش ليه لما بتشوف البحر بتسرح كاني ندهنا دهتك. مش عارف، مشكلة البحر انه كبير، كبير قوي، اكبر حتى من الخيال اللي ممكن يجي في دماغ الواحد وهو واقف سرحان قدامه. غصب عني بتشدله، غصب عني بتنح قدامه، وبيجيلي نفس الخيال اللي كان بيجيلي من وانا صغير، ان في موجة كبيرة قوي هتيجي تبلعني وتسحبني معاها وتموتني. ما بعرفش اطلع من المنظر ده يا نسمة، بحس اني مسجون جواه، بحس ان كل حاجه فيا اتشلت، حتى مخي ما بقاش عارف انا هعمل ايه. وكل اللي بفكر فيه ساعتها ان انا لو هربت لبره الموجة هتحصلني وتقتلني برضه، ولو هربت لجوه برضه هتموتني. ما بعرفش اعمل ايه يا نسمة، بخاف فبهرب، بس ما بعرفش اهرب لبره،
بهرب لجوه. على فكرة انت زيك زي انا بالظبط، بتصحى وبتموت، بتصحى بالنهار وبتموت بالليل، بس انا برضه خايف عليك، خايف عليك تصحى في يوم ما تلاقيش لا شط ولا موج ولا ناس وتبقى لوحدك، لوحدك زي بالظبط، ما تبقاش عارف هتعمل ايه زي ما انا برضو مش عارف اعمل ايه. يحيى ما بعرفش اخرج من الحالة دي يا نسمة. يحيى ما بعرفش اخرج غير لما بتأكد ان البحر في الوقت ده ميت. يحيى مش هيقتلني النهارده. نسمة الحقني يا يحيى، مش عارف اتنفس. يحيى نسمة الحقني يا يحيى. يحيى لسه فاكره؟ بلاش امشي بالاذن. هتروحي فين بالليل؟ ادخلي. هو حضرتك يعني لا مؤاخذة في دي الكلمة مش بتساعديني ليه عشان اوصل؟ مطنشاني كده. مطنشاكي؟ مطنشاني، يعني ممكن الناس الجامدة اللي انت تعرفيهم دول توصليني عن طريقهم. امال الحفلات اللي بوجهها لك دي تطلع ايه؟ حفلات نسيت، معلش حقك علي. صحرتي. كيتي كيتي كيتي، هو ده بيتي اللي ماليش غيره؟ لا حد هيقدر يعاملني وحش ولا حد هيعمل واسع عليا. فعلا من خرج من داره. ياما خضتني ياض. انت من هنا؟ كنت هنا واتخرجت عقبال خرجتني. طب ادخلي نشوف ورقك. انت مين الاول ياض؟ البرنس. ياما ومين جوه؟ اشرف صداع. ده المعلم الجديد؟ المعلم الجديد. خليك انت هنا، انا هاخد محمود واروح. يلا. عمي اخو ابويا، عمي اللي ما شفتش منه غير كل شر، تعبت قوي عقبال ما وصلت له. من يجي حوالي 10 سنين كده رحت زرت بيتنا القديم، لقيته اتباع، وعرفت من الجيران ان اللي باعه عمي. اخدت العنوان اللي مكتوب في عقد البيع ورحت عليها، قابلته
أول ما شافني قال لي إن أمي في مصحة نفسية وإن أخويا مات وإن أختي تاهت وما يعرفش أنا حاجة. صدقته، تحيلت عليه إن أنا أعيش معاه، رفض بشدة، رفض حتى إن أنا أزوره في بيته. ولما طلبته بالورث رمالي 100,000 جنيه ومضاني على شيكات كتيرة قوي من ضمنها شيك بمليون جنيه. ساعتها بس شكيت فيه، حسيت إن في حاجة مش مظبوطة. وبعدين حسيت إنه مقصرش فيه صلة الرحم، فقررت إن أنا أمشي بالقانون. دي صورة من شهادة ميلادي، ودي صورة بطاقتي، ودي صورة من عقد البيع. أنا طبعاً مش هقدر أثبت إن إحنا كنا أغنياء، أو حتى أثبت إن هو استولى على ذهب أمي وفلوس أبوي. لا، دي تنسيها، لأن ملهاش ورق. طيب من الآخر كده يا متر، أنا عايزة ورثي. هنرفع قضية ميراث. أنا معرفش أبوي كان بيشتغل في إيه ولا بيشتغل فين، فهنعمل إيه بعد كده؟ يعني قضية زي دي هتاخد وقت قد إيه؟ الله أعلم، بس القواضي اللي زي دي محتاجة صبر. اللي خلاني صبرت السنين دي كلها، خليني أصبر شوية دول. إيه قط؟ أنت ما تعرفش إن ده مكتب القبلة منال؟ مكتب قبلة منال الصبح، بالليل أشرف صداع. مش فاكرة؟ ما يجراش. خليك شوية يا بابا. أخليني إيه؟ أنت لازم تنام. بس أنا خايفة. لا، مش إحنا قلنا طول ما ربنا معانا عمرنا ما بنخاف؟ يبقى اللي ربنا معاه إيه؟ يبقى قوي وما بيخافش. طيب ونقول إيه لربنا؟ نقول إحنا بنحبك يا ربنا أوي. شاطرة شاطرة. حبيبة نامت؟ واو. مش تتسحري؟ ماليش نفس. تسحر انت؟ انا كمان ماليش نفس. واضح ان كل اللي في البيت ملهمش نفس لأي حاجة. معلش، كله هيعدى على خير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله هلاقي أمي اللي تاهت بعد ما سربوها. ان شاء الله هاخد حقي من عمي اللي نصب عليا فيه. ان شاء الله هكسب القضيه من غير مشاكل. كلمه ان شاء الله بتريح. حبيبتي انا عارف ان الوضع صعب. بصي، هو الموضوع كله مساله وقت. اكيد يعني المشكله مش هتتحل بكره. المشكله ان انا مش خايفه من اللي حصل. خايفه من ايه؟ من اللي هيحصل. انت اصلك مش متخيل عمي ده عامل ازاي. انا مش عارفه رد فعله ممكن يعمل ايه لما يعرف ان احنا عملنا له قضيه. ده احنا رحنا عشان نتكلم معاه، رفع علينا سلاح وعمل لنا محضر. ولا يعمل اي حاجه. كل اللي في دماغي دي تهيؤات. والله كله هيعدي على خير ان شاء الله. وبعدين يا يحيى، احنا من ساعة ما نزلنا وانا بس اللي عمالة اتكلم. انت ما نطقتش بولا كلمة. معلش يا نسمة، مخنوق شوية من اللي حصل النهاردة، وكمان كنت قلقان عليكي. قلقان عليا من ايه بقى؟ انا كويسة جدا، ده مجرد مغص بيحصل لأي واحدة حامل.
نسمة هنا محتاجة تعالج صح؟ لازم أتعالج. أنا بقيت إنسان مش طبيعي خالص. بقيت مجنون. ممكن بلاش مبالغة. إحنا جايين يومين علشان يتبسط وراجعين تاني. لازمته إيه الكلام ده؟ لازمته إن أنا بقيت جبان قصاد الموت يا نسمة. شجاع في أي حاجة إلا قصاد الموت. جبان. نسمة أنا بقيت بترجم أي حاجة بتحصل قدامي على إنها نهايتي. أي حاجة بتحصل. لو في حد قريب مني يبقى مقرب عشان يقتلني، لو في عربية ماشية بسرعة يبقى هتهرسني تحت عجلة. حتى أنت. حتى أنت لما تعبت النهاردة وكنت قريب منك خفت عليكي آه. بس برضو خفت لا يجرالي أنا حاجة. أنا مش طبيعي. مش طبيعي. عشان تعرف ان كل اللي في دماغك دي اوهام. انت لما شفتيني تعبانه قويت على البحر وتحديته، جريت عليا وحضنتني. انت نسيت خوفك من الموت وجيت عشان تطمن عليا يا يحيى. صدقني انت ما عندكش اي حاجه. اسمع ارجوكي ارجوكي ما تبرريليش. انت مش هتعرفيني اكتر مني. اسمع انا بقيت واصل لمرحله صعبه. بقيت واصل لمرحله اني بشم ريحه الموت. بحسه حواليا. بحسه بيراقبني وبيراقب كل خطوه من خطواتي. مستني اللحظه المناسبه اللي اغمض فيها عيني عشان يخطفني. محدش بيعيش اكتر من اللي مكتوب له يا يحيى. بقول لك ايه، تيجي نلعب لعبه؟ غمض عينك. غمض. انسى كل حاجة. افتكر حاجة واحدة بس. أنا وأنت جايين هنا علشان نتبسط. انسى كل حاجة مضايقاك. تفتكري؟ يعني أنتِ ندمانة انك انت اتجوزتيني؟ صدق انا كنت هبقى ندمانة اكتر واكتر لو كنت ضيعتك من ايدي. انا بحبك قوي يا يحيى. وانا كمان بحبك قوي. عملتي كده ليه يا بت؟ طب انت عايزاني اعمل ايه؟ اسيبه يضربني كل شويه ويرازي فيا بقى هو والعيال في الرايحه والجايه؟ ابقى ملطشه هنا. خلاص تعالي معايا من هنا. اجي معاكي فين يا ابله؟ انت نفسك جيتي. يلا يا لمبوحه. حاضر.